بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل البروجكت بتاع بايثون ليفل 1. البروجكت هيبقى عن الريستورانت. فأول حاجة هنا كتبنا محمد اللي هو الشخص اللي هياكل equal input. هنفتح القوسين بتوعنا، بعدين هنكتب double quotation ونكتب enter the food you want. so هنعمل ايه؟ if محمد in salad او vegetables، لو محمد بياكل salad او vegetables يبقى print vegetarian. بعدين الف محمد in alaskan salmon او كود او seafood print fish lover. else هنعمل print meat lover. بعدين هنا لو جينا نعمل له run هنلاقيه بيقول enter the food you want. بعدين احنا هنكتب مثلا meat، هيطلع لنا ميت لوفر عشان ميت مش موجودة في كل الكلام ده، واحنا قلنا else print ميت لوفر.